مرحبا حبايبي، كيفكم؟ شو اخباركم؟ ان شاء الله تكونوا بخير وتضلوا بخير على طول يا رب. اليوم رجعت لكم بفيديو جديد سهل كتير كتير كتير، بس بنفس الوقت طيب كتير كتير، وبمكونات بسيطة كتير وموجودة بكل بيت. المكونات كتير قليلة وبإذن الله موجودة بكل بيت. بدنا نساوي أصابع زينب. هلأ أنا معي نص كاسة سبيد وحدة، وكاسة ونص طحين، ونص كاسة زيت، ونص كاسة مي. عندي معلقة سكر واحدة كبيرة، ونص معلقة صغيرة ملح، ونص معلقة خميرة، وعندي قطر. القطر لازم يكون جامد مثل ما شايفين هيك جامد. بدنا نبلش. أول شيء بدي أحط الطحين، كاسة ونص طحين. بعدين بدي احط السكر والخميرة. لازم احركهم مع بعض، ضروري احركهم مع بعض. شوفوا يعني قاعدين بالبيت ضايق خلقنا، فينا نساوي حلو بمكونات بسيطة وكمية قليلة. إذا عيلتكم كبيرة فيكن تضعفوا الكمية. هلأ أنا قلبتهم، بدي أحط السميد كمان، برجع بقلبهم دقيقتين، مو كتير وما بتاخد وقت أبدا، يعني بربع ساعة بتعملوا أحلى صحن أصابع زين. هلأ بدي أحط المي والزيت. بسم الله، برجع بقلبهم. انا حطيت كل المكونات اللي عندي، هلا انا فيني احركهم بايدي، ما بيأثر. بدي احركهم بهالطريقه، بس انا ما بدي اعجنهم عجن، بس هيك بهالطريقه. حطيت كل المكونات ما عدا الملح. الملح اخر شيء بحطه. شفتوا كيف؟ هلا بدي احط الملح. هيك انا بهالطريقه بدي اياها، ما بدي اياها تكون مريئه ولا تكون جامده ابدا. هلا رح اجهز الزيت، شغل الغاز وجهز الزيت وارجع لكم. بتكون اختمرت 10 دقائق، بس بدي اياها تختمر مثل ما شايفين حبايبي. هلا انا تركتها 10 دقائق، اختمرت العجينه مثل ما شايفين، حاولت مدها هيك بالطول. هلا بدي اقطعها. بسم الله، هيك بهالطريقه. انا بدون ميزان بدون شيء تقريبا على النظر بدي اقطعها هيك. شايفين هيك القطعه؟ انا ما بدي اياها كبيره بهالطريقه. بدي اعملها هلا الحبه هيك بايدي، بعملها هيك. شايفين هيك بهالطريقه. وانا حطيت هون صينيه وحطيت لها شوي سميد. انا ما بدي كبر القطعه، وانا ما كترت خميره عشان ما تنفش بالزيت. هيك بهالطريقة، شايفينها هيك بهالطريقة. رح ساوي الكمية كلها وارجع لكم حبايبي. هلا انا شكلتها بهالطريقة مثل ما شايفين هيك على شكل الاصبع. هلا انا عندي هون مبشرة، يا بدي اعملها بالمبشرة هيك، بدي مدها هيك. شايفين كيف بدها تصير؟ عندي حل تاني، المصفاي هاي، هاي المصفاي شايفين؟ بدي مشى مثل ما هي هيك العجينة، بدي أعملها بالمصفاي هيك، هيك، شايفين؟ وأنا حطيت الزيت على الغاز، هلأ رح شكل كذا وحدة قدامكم وحطهم بالزيت، حطيت زيت نظيف، شايفين كيف؟ بهالطريقة.
شوفوا منظرها عن جد روعة. فينا نعملها هيك بمدة بمدة هيك. خليها شوفوا بتضل من جوا مفتوحة بهالطريقة. كمل الكمية كلها هيك على هالطريقة هاي. شايفين؟ رح كمل الطريقة. قبل ما كمل الطريقة مثل ما قلت لكم فيكم بالمبشرة تعملوها، يعني ما عندي قالب أنا. فينا نعملها هيك بمدة هيك. شايفين كيف؟ بهالطريقة فيني أعملها. وفيني مثل ما قلت لكم بالمصفاي. رح نساوي وحدة ثانية معكم بالمبشرة. سهلة كثير. شوفوا بأصابيعي هدول الثلاثة بمدة هيك. شايفين؟ شوفوا هالمنظر شو حلو. شوفوا هالمنظر. وفينا مثل ما حكيت بالمصفاي، بس مو بظهر المصفاي، من جوا، لأنه من جوا بتكون. شوفوا شوفوا هالطريقة. شوفوا شوفوا عن جد ولا أروع من هيك. هلأ بدي بلش أقليهم. هلأ أنا بلشت أقليهم، حطيت زيت نظيف مثل ما شايفين. وهي شوفوا الشكل تبعهم. أنا ما بتركهم يتخمروا كتير، ما بدي إياها تكبر الحبة من الخميرة. ممكن تتخمر بالزيت عادي. شايفين الكمية هيك؟ أنا ما بدي أحط كل الكمية، يعني أنا بعمل كمية صغيرة وبحطها بالزيت، بعمل كمية صغيرة وبحطها بالزيت. ما بدي أتركهم يتخمروا. شوفوا ما أحلى منظرة. شايفين؟ عن جد الكل بيعرفها أصابع زينة. شايفين حبيباتي؟ بلش اللون يصير زهر، يصير عفوا ذهبي. أنا ما بدي ياهم وغامقين كثير، يعني ثانية وحدة وبدي قيمهم. وبنفس الوقت شوفوا كيف أنا هون عم بشكلها بهالطريقة. شايفين كيف بمدها بتتشكل معي؟ عن جد ولا أروع من هيك. شوفوا كثير كثير منظرة حلوة. بس أنا حبيت أرجيكم كيف عم شكلها مرة تانية، وأرجيكم كيف عم بقلي. الزيت أول شيء أنا حطيته لحتى حمي قوي، بعدين نوصت تحته. ما لازم يكون الزيت كتير قوي، بس سخنته ورجعت نوصت تحته مشان يستوي من جوا ومن برا. هلأ حتى ما شاء الله سمعوا الصوت، بلش يطلع صوتهم وهن بالمقلاي، صوت القرمشة ما شاء الله. شوفوا حتى سمعوا، سمعتوا الصوت؟ عن جد شغلة. رح كمل الكمية وارجع لكم بنفس الطريقة. حبايبي هلأ خلصنا القلي مثل ما شايفين. شوفوا ما شاء الله الحبة حتى ما فتحت، بس فراغ بسيط وهيك لازم. شايفين الحبة؟ عن جد ما شاء الله ريحتهم ومنظرهم بياخد العين. شوفوا كيف شكلناهم. هلأ بدنا نحطهم بالقطر. أنا قلت لكم القطر لازم يكون سميك. أنا حاطة زبدية صغيرة، مالي حاطة زبدية كبيرة. شايفين؟ أنا بدي أحطهم بالقطر هيك، ما بدي خليهم كتير يطولوا بالقطر، بس 5 دقايق ليبلشوا. اسمعوا الصوت ما شاء الله بياخذوا العقل، عن جد بياخذوا العقل. هلا رح احطهم كلهم بالقطر وارجع لكم. حبايبي هي النتيجة النهائية، انا حطيتهم بالقطر بس ما طولت مثل ما قلت لكم عشان يضل فيهم القرشة، بس عن جد منظرهم بياخذ العقل. هلأ بدنا نزينهم بالفستق الحلبي والفستق حسب الرغبة، يعني فيكم ما تزينون بس أنا حبيت زينون. إذا موجود بيتزينوا، إذا مو موجود ما بيتزينوا. إن شاء الله يكون عجبكم الفيديو. عن جد أنا دقت حبة طعمتهم بتاخد العقل، صدقوني طعمتهم تاخد العقل. جربوهم على طريقتي، وإذا عجبكم الفيديو اشتركوا قناتي وفعلوا الجرس وحطوا لايك واعملوا لي اشتراك للفيديو لأصدقائكم بعد إذنكم.
باي.